هذا هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري. بما يقتضي أن نكون جوابين. الجواب الأول أن الرحمن صفة عامة والرحيم صفة خاصة، فالرحمن عامة لكل أحد والرحيم خاصة بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. والمعنى الثاني أن الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل، فوصفه الرحمة، ولهذا جاءت على صيغة فعلان الذي يدل على السعة والامتلاء. فغضبان مثلا للممتلئ غضبا، وسكران للممتلئ سكرا، وريان لمن امتلأ بطنه ماء. فلما أريد الوصف جاءت على وزن فعلان، أما حين أريد الفعل فجاءت على وصف على اسم رحيم. وهذا الثاني أقرب، أن الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل الذي هو إيصال الرحمة إلى المرحوم. نعم منصور. ها؟ إيش؟ نعم، معنى قولنا أن أسماء الله من باب الإنشاء، الإنشاء وضع الشيء علامة ودلالة على شيء معين، وهذا إلى الله، ليس لنا أن ننشأ اسما من أسماء الله لله، بخلاف الخبر فإنه أوسع. نعم، كيف؟ المطار المضاف، لا هذا وصف، هذا وصف. لا ما يأثم لكنه محروم، وقوله إنما يرحم الرحماء يعني معناه أن رحمة الخلص من أسباب رحمة الله عز وجل، وليس المعنى أنه لا يرحم إلا الرحماء. نعم أصبر. إيش؟ من حرم الرحمة لا شك أنه يتألم، يعني سيندم على فوات الرحمة عليه. نعم داود. شيخ قلنا أن يعني الرحمة الأصل صفات ذات ذاتية. نعم، الرحمة صفات ذات ذاتية ولها أفراد، يعني يرحم هي باعتبار أفرادها وأحادها صفة فعل. نعم، الرحمن يرحم بها. نعم، الخلق هنا بالنسبة لصفة الله عز وجل أنه اتصف بها، خلقها يعني اتصف بها. ولما كانت الرحمة في الأرض مخلوقة أطلق الخلق على الرحمتين جميعا، فالخلق باعتبار إضافة خلق الرحمة باعتبار إضافة الله من باب اتصافه بها، وخلق الرحمة التي في الأرض واضح أنها مخلوقة. هذا أحسن ما يجاب عنه، فيقال كلمة خلق لفظ مشترك يفسر باعتبار رحمة المخلوق، يعني الرحمة التي في المخلوق يفسر على وجه، ويفسر باعتبار الرحمة التي لله عز وجل على وجه آخر. نعم.
باب قول الله تعالى إن الله رزاق ذو قوة متين. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنا عندي نسخة لكن بعضنا ما سوى النسخة الأصلية عندي أنا الرزاق. نعم نعم نسخة عندي إن الله هو الرزاق وهذه أصح. إن الله هو الرزاق أصح. إن الله هو الرزاق. الرزاق صيغة مبالغة من الرزق وهو العطاء. الرزق هو العطاء ومنه قوله تعالى فارزقوهم منه أي أعطوهم منه. وجاءت بصيغة المبالغة لأحد وجهين، إما أنها من باب النسبة وأن الرزق وصف لازم لله، وإما للمبالغة الدالة على الكثرة وذلك لكثرة من يرزقه الله عز وجل ولكثرة رزقه عز وجل. فالرزاق إذن على وزن فعال يحتمل أن تكون إيش للنسبة ويحتمل أن تكون للمبالغة، لأن كلمة فعال تكون للنسبة كالنجار والحداد وما أشبه ذلك وتكون للمبالغة. فإذا كانت للنسبة فالمعنى أن الله موصوف بهذه الصفة، وإذا كانت للمبالغة فالمعنى كثرة من يرزقه الله عز وجل وكثرة رزقه الذي يعطيه. وقوله هو الرزاق هو ضمير فصل يدل على الحصر، فالرزاق بصيغة المبالغة لا تكون إلا لله. أما الرازق أو رزق يرزق فتكون لله وللمخلوق. وقوله ذو القوة ذو بمعنى صاحب، والقوة هي الفعل بلا ضعف، الفعل بلا ضعف وليست هي القدرة، لأن القدرة الفعل بلا عجز والقوة الفعل بلا ضعف. والدليل قوله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ولم يقل ثم جعل من بعد ضعف قدرة. وقال عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قال ليعجزه ثم قال إنه كان عليما قديرا، ولم يقل كان عليما قويا، لأن العجز ضده إيش القدرة والضعف ضده القوة. طيب أيهما أكمل القدرة أو القوة؟ القوة أكمل، ويظهر ذلك بالمثال. لو قيل لك احمل هذا الحجر فأردت أن تحمله فعجزت أن تقله عن الأرض فأنت الآن غير قادر، أنت الآن غير قادر، أليس كذلك؟ غير قادر ما تقدر. ولو قيل لك احمل هذا الحجر فحملته لكن بمشقة فأنت الآن قادر غير قوي. ولو قيل لك احمل هذا الحجر فحملته بسهولة حتى رفعته إلى فوق ف
فأنت الآن إيش؟ قوي. فأنت الآن قوي. إذن القوة أكمل من القدرة، لأن كل قوي قادر وليس كل قادر قويا. طيب، ما الذي يقابل القوة؟ الضعف. ولهذا تقول فلان قوي غير ضعيف، ولا تقول فلان قوي غير عاجز، وتقول فلان قادر غير ولا غير ضعيف غير عاجز. نعم، هذا فرق بين القدرة والقوة. فرق آخر أن القوة تكون في الحيوان والجماد، والقدرة تكون في الحيوان فقط. عرفتم؟ تقول هذا الحديد قوي ولا لا؟ ولا ما تقول هذا الحديد قوي؟ عجيب يا جماعة. تقول هذا حديد قوي. طيب هذا حديد قادر، لا تقول. إذن لا يوصف بالقدرة إلا ما كان ذا روح. طيب، تقول الفيل قوي أو تقول قادر؟ ها؟ كلاهما. الإنسان قوي أو قادر؟ كلاهما. طيب، وقوله عز وجل المتين. المتين أي الشديد القوة، هذا معنى المتين. فهو ذو قوة شديدة، ذو القوة المتين. في هذه الآية من أسماء الله ثلاثة، ما هي؟ الله والرزاق وإيش؟ والمتين. وفيها من صفات الله أربع: الألوهية والرزق والقوة والمتانة، كذا؟ طيب، إن الله والرزاق. ثم جاء المؤلف رحمه الله بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد، هنا شرح هذا الكلام عليه محمد السلامة، كلام صاحب الفتح في تفسير الرحمة أنها إرادة الإنعام أو إرادة الإحسان أو الإنعام نفسه أو الإحسان نفسه، وهذا تحريف للرحمة عن معناها الحقيقي، لأن الرحمة صفة تتعلق بالراحم. لكن هم عن الأشاعرة وأشباههم لا يثبتون من الصفات إلا ما دلت عليه عقولهم، وينكرون من الصفات ما لم تدل عليه عقولهم وإن كان العقل يدل على أنها ثابتة لله عز وجل. فالرحمة ينكرون أن يوصف الله بها، يقول أن الرحمة رقة ولين، والله عز وجل يقول ذو القوة المتين، وحينئذ تفسر الرحمة بأنها إرادة الإنعام أو الإنعام نفسه. أما تفسيرها بالإنعام عندهم فظاهر، لأن الإنعام نعمة منفصلة بائنة عن الله، والإرادة إيش؟ ثابتة عندهم لا ينكرونها. ولكننا نقول هذا تحريف للكلم عن مواضعه، لأن الإرادة إرادة الإنعام أو الإنعام إنما تكون متى؟ بعد الرحمة. فالإرادة مترتبة على الرحمة، لأن الرحيم هو الذي يريد الإنعام والإحسان،
فتفسير الرحمة بما كان من آثارها تحريف للكلم عن مواضعه. ولهذا نقول نحن نثبت أن لله سبحانه وتعالى رحمة يرحم بها من يشاء، وأن هذه الرحمة إذا كانت رقة في المخلوق فإنها لا تكون كذلك في الخالق، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يرحمك الله. على أننا لا نسلم لهم أن الرحمة رقة، فقد يكون الرجل القوي الشجاع أو السلطان القوي النافذ أمره يكون رحيما ولا يقتضي ذلك شيئا ينقص من سلطته وقدرته وقوته. أما الحديث الذي باقي وهو قوله تعالى نعم، وهو في تفسير قوله في الفتح، نحن قلنا قاله في الفتح ناقلا سواء كان ذاكرا أو آثرا أو مقرا. هو راني إياها الآن عندكم، عندك هي أي. على كل حال إنه معروف أن مذهب الأشاعرة هو هذا، أنهم لا يؤمنون بأن لله رحمة، مع العلم بأنهم يقولون الدليل العقلي على الإرادة هو التخصيص، هذا هو دليل العقل. ثم لا يستدلون عقلا على الرحمة بما ينعم الله به على العباد، المطر والنبات والصحة والأمن، من أثر إيش؟ من أثر الرحمة. وكونه من أثر الرحمة يدركه كل أحد، حتى العامي إذا خرج من بيته ورأى المطر قال هذا من رحمة الله، لكن العامي لا يدري أن السماء والأرض والجبال والمخلوقات أنها تدل على الإرادة. وهذا من الغرائب مما يدلك على أن الإنسان إذا اعتمد على عقله ضل. لا، هو أحيانا ينقل ويرد. أنا قرأت كم صفحة من أول كتاب التوحيد، ينقل ويرد إما بنفسه ولا ينقل عن غيره الرد، فإذا لم يرد معناه أنه مقر. نعم يا عبد الوهاب. عليك يا شيخ، هل يقال لحجر انه اشعري خالص او يقول ببعض قولهم؟ لا، كيف يعتذر عنه؟ لا، ما نقول انه اشعري خالص. لا، الاشاعره ما ليسوا يخالفون اهل السنه في الصفات فقط، يخالفون اهل السنه كما قال الشيخ سفر الحواري في اكثر من 11 مساله في العقيده، ما هي المساله في الصفات فقط. فإذا رأينا رجلا أول في بعض النصوص الصفات لا يمكن أن نقول أنه أشعري، حتى نصبر حاله وننظر. لماذا يعتذر؟ تذبع هذا رأيه، لأن هذا رأيه ولكن مخالف لرأي السلف. إذا تبين أنه أول هو بنفسه. الباب الذي ترجمه المؤلف باب قول الله تعالى أنا الرزاق ذو القوة المتين، أو القراءة المشهورة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وتكلمنا على معنى هذه الآية. ثم ساق المؤلف حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. عندكم أصبر ولا أصبر؟ طيب مشكلة بالوجهين. إذا قلنا ما أصبر ما أحد أصبر فهذه لغة تميم، وإذا قلنا ما أحد أصبر
فهذه لغة قريش، لأن قريشا يجعلون ماء النافية تعمل عمل ليس بشروط معروفة، والتميميون يرونها لا تعمل. وقد قال الشاعر: ومهفه في الاعطاف قلت له انتسب، فاجاب: ما قتل المحب حرام. تميمي صار تميمية. ليش؟ لانه لم يقل ما قتل المحب حراما، لو قال ما قتل المحب حراما صار قرشيا. قول: ما احد اصبر على اذى سمعه من الله. أصبر على أذى، في هذا وصف الله تعالى بالصبر والتحمل من عباده، وفيه إثبات الأذية لله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى يتأذى. ولكن هل الصبر صفة عيب أو صفة كمال؟ لا شك أنه صفة كمال، وأن الإنسان يثنى عليه بالصبر، والرب عز وجل يثنى عليه بالصبر. الأذى، هل التأذي بما يؤذي صفة نقص؟ لا، ليس صفة نقص، لأنه لا يلزم من الأذى الضرر. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى يتأذى ولكنه لا يتضرر، كما قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. هذا في القرآن. وفي الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. لكنه قال في الحديث القدسي، بل قال في القرآن: إنهم لن يضروا الله شيئا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. والأذى لا يضر على ضعف المتأذي، فإن الرجل قد يتأذى بالرائحة الكريهة ولكنها لا تضر ولا يدل على ضعفه، بل قد يدل على كماله إذا تأذى بما يؤذي حقيقة. يقول: يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، يعني أنهم يقولون: أنا عندي يدعون ولا يدعون عندكم. نسختان: يدعون له الولد، أي يقولون إلا لله ولدا، كما قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال المشركون الملائكة بنات الله. وهو يعافيهم ويرزقهم، هذه نتيجة الصبر، أنه يعافيهم ويرزقهم مع أنهم يدعون له الولد. ودعوى الولد لله عز وجل تتضمن شيئين: الشيء الأول تكذيب الله عز وجل، فإن الله تعالى نفى أن يكون له ولد، بل نزه نفسه عن ذلك سبحانه أن يكون له ولد. والشيء الثاني وصف الله بالنقص، لأنه لا يحتاج إلى الولد إلا من كان ناقصا، يحتاج إلى الولد ليعينه في مهماته وليبقى نسله بعده، لأن الإنسان إذا مات بلا نسل نسي ولم يأتي له ذكر: اللهم إلا من علم أو صدقة جارية أو ما أشبه ذلك. على كل حال، هؤلاء آذوا الله عز وجل بدعوى الولد، ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم، ولولا صبره تبارك وتعالى لأهلكهم، ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. إذن الشاهد من هذا الحديث قوله: يعافيهم ويرزقهم، يعافيهم في أبدانهم من الأمراض، ويعافيهم في أعراضهم من أن تنتهك، ويرزقهم أيضا مع العافية رزق.
وفي هذا الحديث من الصفات إثبات الصبر لله، إثبات صفة الصبر لقوله لا ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. وهل هو حقيقي؟ الجواب نعم حقيقي، ولكنه لا يشبه صبر المخلوق، لأن المخلوق قد يصبر لكن مع تضجر وتململ، وأما الرب عز وجل فلا، لا يلحقه من صبره شيء كما يلحق المخلوق من صبره. وفيه إثبات أن الله يرزق ويعافي بقوله يعافيهم ويرزقهم. وهل نشتق من يرزقهم اسما؟ لا، لكن جاء الاسم إن الله هو الرزاق. هل نشتق من يعافي اسما؟ لا، ولهذا لا يسمى الله بالمعافي، لكن يخبر عنه بأنه يعافي من الأمراض القلبية والبدنية. واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. نعم نعم. الحلم أن لا يعجل بالعقوبة، لا يعجل بالعقوبة مع أنه قد لا يصبر، لكن الصبر يتحمل، ولا ونحن نقولها بالنسبة لنا، يتحمل الإنسان ولا يفكر بالعقوبة. والحليم يفكر في العقوبة لكنه لا يعجل. مثل ذو القوة، مرت علينا ذو القوة، هذا ليس من أسماء الله، لكن يقال يا ذو الجلال والإكرام، يا ذو القوة. نعم قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، لا بد أن يكون هذا الاسم لا يحتمل النقص بوجه من الوجوه. وقد ذكرنا لكم الأقسام الأربعة السابقة فلتكن منكم على باب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وإن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إليه يرد علم الساعة. قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الترجمة ترجمة لإثبات صفة العلم لله عز وجل. والعلم لله سبحانه وتعالى ثابت، وجاء على وجوه متعددة، وهو عن العلم إدراك المعلوم على ما هو عليه، إدراك المعلوم على ما هو عليه، هذا هو العلم. فقولنا إدراك خرج به الجهل البسيط، وقولنا على ما هو عليه خرج به الجهل المركب، لأن الجهل عندهم نوعان: جهل بسيط وهو عدم العلم، وجهل مركب وهو أن يكون الإنسان جاهلا ويجهل أنه جاهل. ولهذا قيل إنه مركب من جهلين: الجهل بالواقع والجهل بحاله. وأضرب لهذا مثلا يتبين به ذلك. سألنا رجلا متى كانت غزوة بدر، فقال: كانت غزوة بدر في رمضان في السنة الثانية. بماذا تصفون هذا المجيب؟ بأنه عالم، لأنه ذكر أمر على ما هو عليه. وسألنا رجلا آخر فقلنا له: متى كانت غزوة بدر؟ قال: كانت في السنة الخامسة من الهجرة. هذا إيش؟ جاهل جهلا
مركبا. وسألنا الثالث فقلنا متى كانت غزوة بدر؟ قال لا أدري، هذا جهل بسيط. فالرب عز وجل عالم أي مدرك للمعلومات على ما هي عليه. ثم إن علم الله سبحانه وتعالى أزلي أبدي، هذا واحد. وعلم الله سبحانه وتعالى عام شامل لكل شيء جملة وتفصيلا، عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، حتى دبيب النمل في أي وقت من أوقات الدنيا يعلمه تفصيلا، ويعلم أين تضع النملة خطوها تفصيلا، كل شيء يعلمه جملة وتفصيلا، لأن الله خلق كل شيء، والخالق لا بد أن يكون عالما، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثالثا، علم الله لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، كما قال موسى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذن علم الله واسع شامل أزلي أبدي، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. نريد أن نعرف ما هي الفائدة من معرفتنا بهذه الصفة العظيمة. الفائدة أن الإنسان إذا علم أن الله واسع العلم وأنه محيط بكل شيء علما، فلا بد أن يحمله هذا الاعتقاد على الاستقامة على أمر الله. وهذه يا إخواننا هذه مسألة تغيب عن كثير من الذين يتكلمون عن صفات الله، تجدهم يتكلمون عن إثبات الصفة لكن لا يتكلمون عما يثمره الاعتقاد بالنسبة لهذه الصفة من الأحوال المسلكية. وهذه مهمة، يعني أنت إذا علمت أن الله يعلم كل شيء، هل تضمن في قلبك ما يخالف الاستقامة وأن تعلم أن الله يعلم ذلك؟ لا. هل تفعل ما يخالف الاستقامة؟ لا. هل تقول ما يخالف الاستقامة؟ لا. وهذه مسألة ينبغي للإنسان أن يجعلها على باله، أنه ليس المقصود أن نعلم ما يتعلق بالعقيدة فقط من الأسماء والصفات، بل المقصود ما يترتب على المقصود مع ذلك ما يترتب على هذا الاعتقاد من تصحيح المسلك والاستقامة على الأمر. طيب، من أنكر أن يكون الله عالما فإنه كافر. من أنكر أن يكون الله عالما فإنه كافر. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله بالنسبة للقدرية، قال جادلوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. لأن القدرية يقولون إن الله سبحانه وتعالى لم يقدر عمل العبد ولم يشأه ولا له علاقة به، فقال جادلوهم بالعلم، اسألوهم هل الله عالم بعمل العباد أو لا، إن قالوا لا فهم كفار، وإن قالوا نعم فقد خصموا. وذلك بأن يقال هل وقعت هذه على خلاف معلومة أو على وفقه، إن قالوا على خلاف معلومة فهذا هو إنكار العلم، إن قالوا على وفقه فهذا يلزمهم أن يقولوا بأنها وقعت بمشيئته. نعم. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات، فقال باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. عالم الغيب، الغيب ما غاب عن الخلق. والغيب ينقسم إلى قسمين، غيب مطلق لا يعلمه الخلق، وغيب مقيد يعلمه بعض الناس دون بعض. فمثلا الذين في مكة الآن، هل نحن نعلمهم؟ لا. الذين في مكة الآن هل هم غائبون عنا أو لا؟ غائبون.
لكنهم هم في مكة ليست أحوالهم بغيب. إذن هذا غيب نسبي، هذا غيب نسبي. فلو أن أحدا قال أو جاءنا يقول إن مكان المسروق الذي سرق لك كذا وكذا، يعني عين مكان المسروق الذي سرقه السارق ودفنه، هل نقول هذا من علم الغيب؟ بالنسبة لنا غيب، لكن بالنسبة لمن شاهد السارق وهو يدفنه لا يكون غيبا. أما الغيب المطلق فهذا هو الذي يختص الله به، وهو الذي يغيب عن كل الناس، عن كل البشر. ولهذا مثل العلم بالمستقبل هذا غيب، فمن ادعى أنه يعلم ما سيكون غدا فقد ادعى علم الغيب، لأنه مستقبل والمستقبل مجهول لكل الناس. نعم، يقول فلا يظهر على غيبه أحدا. وليت أن المؤلف رحمه الله أتى بآخر الآية، لأن آخرها لا بد أن يذكر، وهو قوله إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، لأن الله أظهر على غيبه ما من أظهر من الرسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن أمور غيبية مستقبلة، من أشراط الساعة ومن أحوال القيامة. فليت أن البخاري رحمه الله ذكر هذا الاستثناء لأنه مهم. قال إن الله عنده علم الساعة، هذا أيضا علم، علم غيب. الساعة علمها عند الله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل فقال له جبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فأفضل الرسل من الملائكة لا يعلمها، وأفضل الرسل من الآدميين لا يعلمها، ومن دونهم من باب أولى. فمن ادعى علم الساعة وقال الساعة ستقوم في السنة الفلانية أو في الشهر الفلاني فإنه مكذب لهذه الآية ومدعى دعوة باطلة ويكون كافرا. المؤلف رحمه الله الظاهر أنه أشار إلى بقية الآية، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمسة هي مفاتح الغيب المذكورة في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب. وكيف كان العلم بهذه الخمسة مفاتح غيب؟ لأن الساعة مفتاح الآخرة، تنزيل الغيث مفتاح النبات، علم ما في الأرحام مفتاح الجنين الذي خلقه الله تعالى في هذا الرحم، يعني مفتاح حياة الإنسان في الدنيا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا مفتاح العمل في المستقبل، وما تدري نفس بأي أرض تموت مفتاح الآخرة بالنسبة لكل واحد من الناس. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن الله، وذكر إن الله عنده علم الساعة. قال وينزل الغيث، كيف جعل تنزيل الغيث وهو فعل جعله في ضمن المعلومات الغيبية؟ يعني لم يقل ويعلم نزول الغيث، قال وينزل الغيث. نقول لأن الخالق لا بد أن يكون عالما بإيش؟ بالمخلوق. فإذا كان هو الذي ينزل الغيث وحده فلا أحد يعلم متى ينزل الغيث، لأن علم نزول الغيث عند من ينزل الغيث. لكن جاءت الآية هكذا لأن إنزال المطر الذي به الغيث لا يكون أبدا إلا من الله عز وجل. فإن قال قائل
ماذا نقول عمن يتكلمون الآن في الطقس؟ يقول سيكون غدا مطر في الأرض الفلانية بعد الظهر أو في أول النهار أو ما أشبه هذا. فالجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن هذا مبني على أمر محسوس، فإن الجو يتغير ويتكيف على وجه يعلم بالآلات الدقيقة أنه مهيأ للمطر أو غير مهيأ، وإذا كان كذلك فليس من أمور إيش؟ ليس من أمور الغيب. ثانيا أن هذا الذي يقولونه قد يخطئ كثيرا، قد يخطئ كثيرا، ولو كان علم غيب ما أخطأ، لأن العلم ليس فيه خطأ. ويعلم ما في الأرحام، هذا الثالث، يعلم ما في الأرحام. أي أرحام؟ أرحام الآدميين أو الآدميين وغيرهم، أرحام الآدميين وغيرهم هو الذي يعلمه عز وجل. ما متعلق العلم؟ هل هي الذكورة والأنوثة أو أحوال هذا الجنين من كل وجه؟ الثاني، لأن أحوال الأنوثة والذكورة تعلم، يعلمها غير الله عز وجل. فالملك الذي يؤمر بأن يخلق هذا الجنين ذكر أو أنثى يعلم، لأن الملك يقول يا ربي أذكر أم أنثى، فيقضي الله ما شاء. إذن فالملك يعلم بأن ما في الرحم ذكر أو أنثى قبل أن يخرج. ثم إن الأجهزة الأخيرة في عصرنا صارت يمكن أن يعلم بها الجنين أذكر أم أنثى، فنقول إذن متعلق العلم بالجنين ليس هو الذكورة والأنوثة، لأن الذكورة والأنوثة إذا خلق الجنين فصار ذكرا أمكن العلم به، وكذلك إذا صار أنثى. ولكن نسأل أولا، الجنين له متعلقات، هل هذا الجنين سيخرج حيا أو ميتا؟ من يعلم؟ الله. ستطول حياته إذا خرج حيا أو تقصر؟ من يعلم؟ الله. سيكون غنيا أو فقيرا؟ من يعلم؟ سيكون عالما أو جاهلا؟ سيكون أميرا أو مأمورا؟ يعني متعلقات العلم بالنسبة للجنين كثيرة، فإذا قدر أن الناس علموا أنه ذكر أو أنثى فإنهم لا يعلمون بقية متعلقات العلم الكثيرة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، تعبير القرآن، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولم يقل ماذا تعمل، لأن الإنسان يقدر ماذا يعمل، يقول سأسافر غدا، سأذهب إلى الكلية، سأختبر وما أشبه ذلك، لكن هل يدري أن هذا يتحقق ويكون كسبا له؟ الجواب لا، ربما يكون هناك موانع تمنع من تحقيق ما أراد، وربما يفعل ولكن لا يكسب بفعله شيئا. فالكسب غدا لا يعلمه إلا الله عز وجل. وما تدري نفس بأي أرض تموت، حتى لو أن الإنسان قرر أنه لن يخرج من بلده وكان الله تعالى قد قدر أن يموت في بلد آخر، فلا بد أن يقدر الله تعالى سببا ينتقل به إلى البلد الآخر. وإذا كان لا يعلم بأي أرض يموت مع أنه يمكنه التنقل، فهو لا يعلم بأي وقت يموت من باب أولى. نعم. لا، ما هو رجل الغيب. إيه نعم، لكن وكثير ما يصيبون، بل إصابتهم أكثر وهم يعتمدون ليس على الغيب والتخرص، يعتمدون كما قلت لك على تكيف الجو.
بواسطة آلات دقيقة يعرفون بها، ولهذا لا تجدهم يقولون مثلا بعد سنة سيكون مطر أو بعد شهر أو بعد أسبوع، بل هو محدد في الوقت الذي يعرفون به تكيف الجو. كما أننا نحن الآن بلا آلات، إذا وجدنا أن السماء ملبدة بالغيوم والرعد والبرق، ألا نتوقع أنه ينزل المطر؟ نتوقع. قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. لا، قبله: وأنزله بعلمه. الآية أنزله، فالواو من كلام المؤلف، فهي حرف عطف والتقدير، وقوله أنزله بعلمه. وهذه الآية جملة، وهذه الجملة جملة من آية، وهي قوله تبارك وتعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فبين الله عز وجل أن الله يشهد بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أنزله بعلمه. وعلم هنا يحتمل أن تكون بمعنى اسم المفعول، أي أنزله بمعلومه، أي بما يعلمه عز وجل من أخبار وما يحكم به من أحكام. ويحتمل أنه مصدر على حقيقته، والمعنى أن الله أنزله وهو عالم به جل وعلا. فالقرآن لا شك أنه نزل بمعلومات كثيرة من عند الله، ولا شك أنه نزل بعلم الله، أن الله نزل عن علم من الله عز وجل. قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. أسأل: هل ما هنا نافية أو شرطية؟ خالد: لا نافية ولا شرطية. نعم، نافية. طيب، لماذا لا تكون شرطية؟ نعم، لأن الفعل بعدها مرفوع، ولو كانت شرطية لجزم. وهي نافية لأنه وقع بعدها إلا. إذن: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، يعني ابتداء الحمل وحلول الوضع، كل ذلك بعلم الله عز وجل. وهذه الآية مما يقرأ به للمرأة إذا تعسرت ولادتها، وهي مفيدة جدا إذا قرأ الإنسان بماء، وقرأ هذه الآية، وقرأ: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقرأ: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده المقدار، فإنها بإذن الله تنفع، تشربها المرأة ويمسح بها بطنها وتضع بسهولة. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. طيب، إلا بعلمه يعني معناه إلا كان ذلك صادرا عن علم الله عز وجل، لأن حملها ووضعها من خلق الله، والله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: إليه يرد علم الساعة. إلى الله لا إلى غيره يرد علم الساعة. وهذا شيء معلوم بالقرآن والسنة والإجماع، أنه لا أحد يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. وقال يحيى، عندي يحيى: هو الفراء الظاهر على كل شيء علما، الباطن على كل شيء علما. يشير إلى قوله تعالى في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه أربعة أسماء استوعبت الأزمنة والأمكنة. هو الأول والآخر، هذا بالنسبة للزمان، فهو الأول الذي ليس قبله شيء،
والآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر والباطن، الظاهر العالي على كل شيء، فإن الظهور هنا بمعنى العلو، ومنه قوله تعالى ليظهره على الدين كله أي ليعليه. وقول الفراء إن المراد به العلم، نقول نعم هو سبحانه وتعالى ظاهر أي عالم، ومع ذلك فهو عالم، عالم بكل شيء. الباطن هو المحيط بكل شيء الذي يعلم بواطن الأمور، فهو مع علوه محيط بكل شيء، وليس المعنى أنه في كل شيء، لا، لأن هذا مذهب الحلولية من الجهمية وغيره، بل المعنى الذي لا يخفى عليه ما بطن وما خفي. فهذه الآيات كما ترون فيها إثبات علم الله عز وجل. والكلام على العلم نعيده مرة ثانية. أولا من حيث العموم، ماذا تقول؟ نعم، إن الله عليم بكل شيء جملة وتفصيلا. هل يشمل ما يتعلق بأعمال العبد؟ يشمل. طيب ثانيا، طيب صحيح انتهينا منها. نريد ايضا، نعم، علم الله ازلي ابدي. ما معنى قولنا ازلي شرف؟ ازلي سابق، يعني يعلم كل شيء سبق. نعم، الازلي السابق والابدي في المستقبل. طيب، نعم، ولا أضف ولا يلحقه نسيان. نعم، علم الله لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. طيب سليم، نعم، لا هذا تفصيل. نعم يلا سليم قل. جهل ولا يعتريه نسيان. طيب الدليل ناصر. نعم، في كتاب. طيب أحسن، لم ينكر أحد فيما نعلم علم الله تعالى بكل شيء إلا غلاة القدرية، فإن غلاة القدرية أنكروا علم الله بما يفعله الخلق، وقالوا إن الله لا يعلم ما يفعله الخلق إلا بعد وقوعه، يعني فلا يعلمه علم غيب وإنما يعلمه علم مشاهدة، إذا وقع علم الله به، أما قبل ذلك فلا يعلمه. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن هذا قول غلاة القدرية قديماً، وأن منكره اليوم قليل، يقول في زمنه رحمه الله منكره اليوم قليل، أي منكر درجة العلم والكتابة قليلون. طيب الحديث، نعم، نعم، أنه لا يحول دونك شيء، كل شيء فأنت عليك عليه سلطانك وعلمك وقدرتك، لا يحول دونك شيء، دونك شيء، يعني دون ما تريد أن تفعل شيء. نعم، يعني دون ما تريد أن تفعل شيء. لا، مو الفعل فقط، الفعل والعلم. يعني مع علوك، نعم، لا يخفى عليك شيء، فأنت باطن أي عالم ببواطن الأمور، لا يحول دونك شيء. البشر يحودونهم الجدار، يحودونهم الشجر، يحودونهم الغبار، لهم موانع لا يدركون بها ما وراءها، لكن رب عز وجل لا يحود دونه شيء. لكن أحسن الله إليكم، ذكرنا بأن الأول والآخر والظاهر والباطن تقاسمت الزمان والمكان. نعم، وجعلنا الأول والآخر للزمان
نعم. والظاهر للمكان والباطن للمكان أيضا. وكذلك الباطن للمكان. أي نعم. يعني محيط به عز وجل علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك. نعم. لماذا كان إنكار صفات العلم موجب للكفر دون غير الصفات؟ لا، حتى بعض الصفات إذا أنكرها الإنسان، إذا أنكرها إنكار جحود فهو كافر. أي ما ثبت في القرآن أو صحيح السنة، إذا أنكره الإنسان إنكار جحود فهو كافر. كل ما أثبته الله وأنكره الإنسان إنكار جحود فهو كافر، لأنه يعني مكذب. العلة في ذلك التكذيب لما أخبر الله به. أخذنا ثلاثة أظن. يلا بن داود. إيش؟ إيش؟ الذين إيش؟ غلاة القدرية أنكروا علم الله سبحانه وتعالى السابق على يعني أنه لا يعلم الكائنات حتى يقع. لماذا أنكروا؟ لماذا؟ يعني ما هي شبهة؟ لأن القدرية يقولون إن الإنسان مستقل بعمله استقلالا تاما، ولهذا يسمون مجوس هذه الأمة، حيث جعلوا للحوادث خالقين. الحوادث التي من فعل الله خلقها الله، والتي من فعل العبد خلقها العبد. فيقولون إن تعلق علم الله تعالى بفعل العبد كتعلق علم زيد بفعل عمرو. عرفت؟ نعم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. هذا سبق الكلام عليه. وحدثنا محمد بن يوسف قال تغيظ الأرحام وش معناها؟ الحيض تنقص، بدليل قوله وما تزداد. وقد مر علينا في قواعد التفسير أنه قد يعرف تفسير الكلمة بذكر ما يقابلها، وذكرنا من ذلك قوله تعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو قال لك ما معنى ثبات وش معناه؟ فرادة، لأن الله قابلها بقوله أو انفروا جميعا. هذه وما تغيظ الأرحام وما تزداد، تغيظ تنقص، تزداد ترتفع. غيظ الأرحام هنا هل المراد ما تغيظ الأرحام عن المدة المعلومة عادة، بحيث يولد الطفل أو يولد الجنين قبل تمام 9 أشهر التي هي الغالب وما تزداد عن 9 أشهر، أو المراد ما تزداد عددا وتنقص عددا بحيث يكون 1 في البطن أو 2 أو 3 أو الأمران جميعا؟ الأمران جميعا، لأن أيضا القاعدة في التفسير أنه متى احتملت الآية معنيين فأكثر ولا منافاة بينهما فإنها تحمل على الجميع. نعم. وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول: لا تدركه الأبصار. ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول: لا يعلم الغيب إلا الله. نعم. الشاهد من هذا قوله وهو يقول: لا يعلم الغيب إلا الله. أما الحديث فتقول رضي الله عنها عائشة لمسروق: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، وهو يقول، أي الله عز وجل يقول: لا تدركه الأبصار. ولا شك أن عائشة رضي الله عنها في هذا الاستدلال لم تصل، لأن الله تعالى قال: لا تدركه الأبصار، ولم يقل: لا تراه الأبصار.
ولهذا جعل علماء أهل السنة هذه الآية من الأدلة على ثبوت رؤية الله. ووجه ذلك أن نفي الأخص يدل على وجود الأعم، فلما قال لا تدركه علمنا أنها تراه ولكن لا تدركه، ولو كان المراد نفي الرؤية لقال لا تراه الأبصار. ولكن هي رضي الله عنها يعني لو استدلت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، كما جاء ذلك في أحاديث الدجال حيث يدعي الدجال أنه الرب، قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لكان هذا أصح مما استدلت به من استدلالها بالآية. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني في الدنيا أم لم يره؟ فقيل إنه رآه، وممن قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما في المشهور عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. أما عائشة فكانت تنكر ذلك كما رأيت، وهذا في اليقظة، أما في المنام فقد رأى ربه كما في حديث اختصام الملأ الأعلى، وهو حديث مشهور شرحه زين الدين عبد الرحمن بن رجب رحمه الله. والصحيح أنه لم ير ربه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه سئل هل رأيت ربك؟ فقال رأيت نورا، وفي رواية نور نور أنا أراه، يعني بيني وبينه نور فكيف أراه؟ وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث الذي حدث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نفسه وبين قول ابن عباس؟ فالجواب عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن ابن عباس لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، بل قال رأى ربه لكن ما قال بعينه، فتحمل الرؤية التي قالها ابن عباس رضي الله عنهما على أن المراد بذلك رؤية اليقين، رؤية اليقين. وهذا وإن كان خلاف الظاهر لكن لئلا يظن بابن عباس أنه يخالف ما حدث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نفسه أنه لم ير الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن رؤية الله في الدنيا لا تمكن، لأن الإنسان لا يستطيع ذلك ولا يقوم لهذه الرؤية أبدا. والدليل على هذا أن موسى عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني لا يمكن أن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فعلق رؤيته بشيء مستحيل، تجلى ربه للجبل، تجلى الله للجبل فجعله دكا، بمجرد ما تجلى الله له اندك الجبل ولم يستقر مكانه. فرأى موسى منظرا أفزعه، فخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. موسى عليه الصلاة والسلام لم يسأل الله رؤيته شكا في الأمر، لكن تلذذا برؤية الله عز وجل لقوة محبته لله سأل الله
أن يريه نفسه، ربي أرني أنظر إليك. فلما كانت الرؤية متعذرة إلى هذا الحد وصعق وأفاق، قال سبحانك أي تنزيها لك أن تدركك الأبصار أو أن تراك الأبصار في هذه الدنيا، تبت إليك. من أي شيء؟ من سؤال الرؤية، لأنه سأل ما لا يمكن في الدنيا. سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني أنني لم أسأل شكا بل أنا مؤمن، ولكنه سأل ربه أن يراه تلذذا برؤيته، لأن أنعم شيء يكون الإنسان أن يرى الله عز وجل. أكبر نعيم لأهل الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى، هي أكبر نعيم وأكبر فوز. وبالمناسبة يقولون إن الزمخشري صاحب التفسير المشهور الجيد الذي كان من بعده عيالا عليه، هو من المعتزلة، ويقول البلقيني إنني استخرجت من هذا التفسير اعتزاليات بالمناقيش. تعرفون بالمناقيش؟ الشيء اللي يأخذ بالمنقاش خفي ولا بارز؟ خفي جدا. من ذلك قوله على هذه الآية: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: أي فوز أعظم من هذا، أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة؟ الكلام هذا إذا قرأه الإنسان يقول صحيح، أي فوز أعظم من أن يزحزح الإنسان عن النار ويدخل الجنة؟ لكنه يريد بذلك نفي رؤية الله عز وجل في الجنة، لأن رؤية الله في الجنة أشد فوزا من أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. فتأمل يعني كيف يتكلم هؤلاء الأذكياء بمثل هذا الكلام الذي لا يدركه إلا من عرف مذهبه وعقيدته. أنا لو قرأت هذا الكلام في ابن كثير مثلا، في تفسير ابن كثير، فإنني لا أظن به هذا الظن، بل أقول إذا دخل الجنة فمن نعيم الجنة أن يرى الله. لكن لما كان هذا الرجل قد علم أنه ينكر الرؤية، ينكر رؤية الله في الآخرة، صار هذا الكلام إشارة إلى أنه لا رؤية. فالحاصل أن نقول إن عائشة رضي الله عنها استدلت على انتفاء أو على نفي رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالآية، وهذا الاستدلال صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأن هذه الآية استدل بها السلف على أن الله يرى في الآخر. الثاني يقول: ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كفر، فقد كذب. هذا صحيح؟ من حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، لأن الله يقول لا يعلم الغيب إلا الله. هكذا الآية؟ لا. ها؟ لا. لا، الآية قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. نعم، كيف؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فليست على هذا اللفظ لكنها ذكرتها بالمعنى. فالحاصل أن الذي يحدثك أنه يعلم الغيب فإنه كاذب، ولا يكفي أن نقول إنه كاذب، بل نقول إنه كافر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. انتهى الوقت. سوق الآية بالمعنى يا شيخ. نعم، ذكرتم بأن عائشة ذكرت الآية بالمعنى. اي نعم، أقول يجوز سوق الآية بالمعنى؟ لا، ما يجوز، لكن هي أو ذكرت جزء من الآية ليدل على بعضها. نعم نعم، وهو يقول
أي نعم نعم أن محمد رب فقد كذب وهو يقول يعني والله يقول لا تدركه الأبصار ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله محتمل أن المراد وهو أي الله أو الرسول لكن على كل حال هي ذكرت هذا بالمعنى يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى السلام المؤمن وحدثنا أحمد بن بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى السلام المؤمن نحن إذا نظرنا إلى كلام إلى صنيع البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد وجدنا أنه يصدر غالباً الأبواب بآيات من القرآن بآيات من القرآن وذلك لأن من المبتدعة من يقول لا نقبل من أدلة الصفات إلا ما كان متواتراً ولا نقبل أخبار الآحاد فأراد رحمه الله أن يعزز أخبار الآحاد التي يسوقها في الكتاب بآيات من القرآن لئلا يبقى عذر لمن رد هذه الأسماء أو الصفات وهذا من فقه رحمه الله عرفتم الآن المبتدعة الذين يحكمون العقل ويتلقون عقيدتهم في الله من عقولهم يقولون لا نقبل أخبار الآحاد في باب الصفات لأن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن والعقيدة يجب أن تكون مبنية على اليقين وقد رد ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة الباطلة بوجوه كثيرة في الصواعق المرسلة على غزو الجهمية والمعطلة وهي جديرة بأن تكون مردودة والعجب أن هؤلاء وهذه الاستطراد ما لها دخل في صلب الموضوع يقبلون ما يؤلفه مشايخهم ويصل إليهم من طريقه على وجه الآحاد ويعتقدون ما قاله شيوخهم ومقلدوهم مع أنها جاءت عن غير معصوم وبخبر آحادي مما يدل على أنهم متناقضون باب قول الله تعالى السلام المؤمن السلام من أسماء الله والمؤمن من أسماء الله والسلام في الأصل اسم مصدر سلم والمصدر تسليم واسم المصدر عند علماء النحو ما كان بمعنى المصدر ولم يتضمن حروف المصدر هذا اسم المصدر من الكلام اسم مصدر كلمة اسم مصدر كلم سلام اسم مصدر سلم فما معنى السلام الذي هو اسم من أسماء الله السلام قلنا أنه اسم مصدر فيكون الوصف به من باب المبالغة أن الله عز وجل سلام أي سالم من كل عيب ونقص من كل عيب ونقص حياته ليس فيها نقص ولا عيب علمه ليس فيه نقص ولا عيب قدرته ليس فيها نقص ولا عيب سمعه ليس فيه نقص ولا عيب بصره ليس فيه نقص ولا عيب وهلم جرا كل أسمائه وصفاته ليس فيها نقص ولا عيب أما المؤمن فهي مشتقة من الإيمان ومن الأمن من الإيمان ومن الأمن أي أن الفعل آمن أو أمن ومعنى المؤمن المصدق لرسله بما جاءوا به قال الله تعالى لكن الله يشهد
بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، وهذا تصديق لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. والآيات في هذا المعنى كثيرة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، والآيات في هذا كثيرة. فهو سبحانه وتعالى مصدق لرسله، ومؤمن بمعنى مؤمن، أي يؤمن من يستحق الأمان وهو المؤمن. فالمؤمن له الأمن من الله، قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن فالمؤمن لها معنيان، وهما مؤمن بمعنى مصدق لرسله، مؤمن مؤمن من يستحق الأمان. تمام. طيب، وقولنا إنه مؤمن رسله، وكذلك مصدق لغير الرسل ممن شهد الله لهم بالصدق، كما قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نعم. ما عندي واو. من كيسك. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال قال عبد الله: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لولا كلمة واحدة لصار مسلسلا، ولا لا؟ حديث السند لولا كلمة واحدة لكان مسلسلا. نعم، مسلسلا بالصيغة. كل حدثنا إلا قوله قال عبد الله. هنا كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله وسلم عليه. هذا من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه لما ذكر الممنوع ذكر المشروع. كانوا يقولون: السلام على الله، تحية، السلام تحية، فيسلمون على الله: السلام على الله. وهذه الكلمة لا تقال لمن لا يمكن أن يلحقه نقص، لأن السلام إنما يدعى بها لمن يلحقه النقص، أما من هو منزه عن ذلك عز وجل فإنه لا يقال السلام عليه. ولهذا أبدلهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يقولوا بدل السلام: التحيات لله، التحيات لله بدل السلام على الله، لأن الله عز وجل كامل من كل وجه، فلا يحتاج أن يدعى له بالسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو السلام، فبدأ بالتعليل قبل الحكم، من أجل أن يرد الحكم على النفس وهي مطمئنة بما ذكر لها من العلة. ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. التحيات لله، اللام هنا للاختصاص والاستحقاق، والتحيات جمع تحية، وهي كل لفظ يدل على التعظيم، كل لفظ يدل على التعظيم فهو تحية، وجمعت باعتبار أنواعها وأجناسها، أي كل جنس ونوع يدل على التعظيم فإنه خاص بالله ومستحق لله عز وجل، لأنه أهل لأن يعظم سبحانه وتعالى. وقوله:
والصلوات يعني الصلوات لله، والطيبات يعني الطيبات لله. فما هي الصلوات التي لله؟ هي العبادة المعروفة، وقيل الدعاء، وعلى هذا القول يكون محمولاً على الصلاة لغةً والصلاة شرعاً. ولا مانع من أن نقال إنه يعم الصلوات التي هي الدعاء والصلوات التي هي العبادة المعروفة، لأن ذلك أعم. والطيبات، الطيبات يعني الأوصاف الطيبات لله، والأعمال الطيبات لله. فالله عز وجل طيب ولا يقبل إلا الطيب، فكل طيب من الأعمال فهو لله، وكل خبيث من الأعمال فإن الله لا يقبل، وكل وصف طيب فهو لله عز وجل. إذن الطيبات هنا وصف لأوصاف الله، ووصف للأعمال التي تفعل لله. وصف لأوصاف الله يعني له كل صفة طيبة، ووصف للأعمال التي تفعل له، لا يقبل الله إلا إيش؟ إلا الطيب. ولهذا استحضر عندما تقرأ هذا في الصلاة أنك إذا قلت الطيبات يعني أنك ذو الأوصاف الطيبات، وأنك الذي لا تقبل من الأعمال إلا الطيبات. لا ندري هل نحن نستحضرها عند قراءتنا إياها أو تغيب عنا. نعم، ربما تغيب وربما تحضر، لكن ينبغي أن تحضر ولا تغيب. لما بدأ بحق الله ووصف الله بما يستحق، ثنى بحق الرسول عليه الصلاة والسلام، ثنى بحق الرسول فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. هنا قال السلام عليك أيها النبي، لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام محتاج إلى أن يسلمه الله. ولهذا كان دعاء الأنبياء على الصراط يوم القيامة اللهم سلم اللهم سلم، فالأنبياء محتاجون لأن يسلمهم الله عز وجل. السلام عليك أيها النبي، عليك هنا سيرد إشكال وهو كاف الخطاب، فإن كاف الخطاب في الجملة تحولها إلى كلام آدميين، إلى مخاطبة آدميين، أليس كذلك؟ قلت السلام عليك خاطب الرجل، فكاف الخطاب تحول الجملة إلى كلام آدميين يخاطب. فكيف نجمع بين هذا وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين أو قال من كلام الناس؟ الجواب عن هذا من أحد وجهين. الوجه الأول أن هذا مستثنى، أن هذا مستثنى، فيكون العموم في قوله من كلام الآدميين أو من كلام الناس إيش؟ مخصوصا بهذا. فيقال تبطل الصلاة بكاف الخطاب إلا ما كان لله أو لرسوله، إلا ما كان لله فإن لا تبطل، إياك نعبد، أو لرسوله السلام عليك أيها النبي. هذا وجه. الوجه الثاني أن يقال هذا الخطاب لا يراد حقيقته، هذا الخطاب لا يراد حقيقته، وإنما هو لقوة استحضار المصلي صار كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مواجها له يخاطبه. وعلى هذا فلا يراد بالخطاب إيش؟ حقيقته. والدليل لذلك أن المصلي يقول السلام عليك بصوت خفي لا يسمعه الرسول، ولو كان خطابا حقيقيا لكان هذا
نوع من أقول السخرية أو الاستهزاء، لأني لو قلت السلام عليك في نفسي ثم قلت لك ليش ما رديت على السلام، ماذا تقول؟ تقول ما سلمت. أقول سلمت عليك، لكن سر يقول سبحان الله كيف هذا. فلا يراد بالخطاب حقيقته، والدليل على هذا أمور. أولا أن المصلي يسر بهذا الخطاب، هذه واحدة. ثانيا أن المصلي يقول ذلك ولو كان في الشرق والرسول في الغرب، صح؟ في مكة ماذا يقولون الذين يصلون في مكة والرسول في المدينة؟ وش يقولون؟ السلام عليك، السلام عليك. إذن لا يراد حقيقة الخطاب، ولهذا يقال حتى بعد موت الرسول يقال السلام عليك أيها النبي، لأنه لا يراد بذلك حقيقة الخطاب، وإنما المراد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، المراد قوة الاستحضار كأنه بين يديك تخاطبه، فيقال هذا حتى بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. وما أخرجه البخاري رضي الله عنه عن ابن مسعود قال كنا نقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، فلما مات قلنا السلام على النبي. فهذا من اجتهاده رضي الله عنه، لكنه اجتهاد مجانب